مريم سميح اللي هتكون معانا دلوقتي عشان نتابع معاها اهم الاخبار في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. اكيد برضو لازم نشيد بادائها بجد مريم من المراسلين المتميزين جدا في قناه الاهلي. مريم بدايه بنصبح عليكي انا وكريم، واسمحي لي بقى انا عايزه اطمن وعايزه اعرف، واكيد كل الجمهور دلوقتي عايز يعرف كيف تناولت الصحف العالميه يعني مباراه امس. انا امبارح كنت بتابع شويه على تويتر والاخبار والمواقع المختلفه، بصراحه انا ما شفتش اشاده يعني من صحيفه غير رائعه، يعني دايما كان في كده عنوان لازم في كل صحيفه اوروبيه وتحديدا كمان عايزه اقول لك المانيه، وكان في امارات بيشيدوا بالأداء بالأمس رغم النتيجة اللي كانت يعني حاصلة في الآخر. خلينا نبدأ معاكي بالنقطة دي لو تسمحي لي. في البداية خليني أصبح عليك أنا هواندو، كمان طبعا بصبح على كريم وبصبح على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. يعني خليني أخد من كلامك يا هواندو، فعلا رغم النتيجة ورغم الخسارة اللي تعرض ليها الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكن الصحف ما كانتش ينفع أن هي تغفل عن الأداء اللي ظهر بيه يعني رجال الأهلي أمام بايرن ميونخ، لأن بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا، يعني يمكن حقق سكورز كبيرة جدا أمام أبطال آخرين ومنهم برشلونة اللي حقق قدامه 8-2، فده كان يعني متوقع. ولكن الاهلي طبعا يعني خيب امال كل الناس اللي كانت منتظره ان هو يحقق سكور امام النادي الاهلي. ففي طبعا عده عناوين، واولها من الامارات اليوم شخصيه الاهلي اقوى من برشلونه امام بايرن ميونخ، خساره مشرفه. طبعا يعني زي ما كنا بنتكلم بالظبط ان التقرير قال ان ظهر الاهلي بصوره مشرفه امام بايرن ميونخ على الرغم من خسارته بهدفين نظيفين في مباراه امس في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كمان أضاف التقرير أنه على الرغم من المستوى الفني والمنطق كمان الكروي والترشيحات اللي قالت أن ممكن بايرن يعمل نتيجة كبيرة جدا أمام النادي الأهلي، ولكن يعني وكمان قال أنه كان ممكن يخرج بانتصار عريض، ولكن الطريقة الواقعية والانضباط التكتيكي كمان يعني أذابت الفوارق ودفعت النتيجة أن هي تكون 2-0. كمان التقرير يعني أشاد بتألق الحارس حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، كمان ظهير محمد هاني اللي خالف كل التوقعات وقدم مباراة يعني أكثر من رائعة من ناحية التغطية الدفاعية وكمان الانطلاقات القوية. الملفت كمان في المباراة كما أكدت الإمارات اليوم أن هي خرجت بصورة مشرفة جدا وصورة احترافية، خاصة بعد الاحترام المتبادل بعد نهاية المباراة واللي ظهرت ما بين كل لاعبي الفريقين. كمان برضو الإمارات اليوم قالت أنه يعني كمان التحكيم كان من أفضل يعني المرات اللي تم فيها التحكيمات، وكانت إدارة تحكيمية ناضجة للحكم الإماراتي محمد عبد الله الحسن اللي لم يشهر أي بطاقات خلال المباراة أو على مدار المباراة. كمان قال إن هو خرج بيها بصورة مشرفة جدا تليق باسم الفريقين. اما بالنسبه عن ردود افعال الصحف الالمانيه، طبعا كان متوقع ان هم يعني يشيدوا باداء فريقهم وان هم كمان يبالغوا في هذه الاشاده، ولكنهم قالوا ان الاهلي كان فريق قوي جدا. وصحيفه ديرش بيجل قالت ان البايرن سيطر على المباراه منذ البدايه وخاصه في الشوط الاول، ولكن الاهلي استطاع ان هو يقدم مباراه قويه جدا في الشوط الثاني، وده اللي منحه ان هو يتقدم في نصف ملعبه، الا ان المارد الأحمر ما كانش لديه فرص كتيرة جدا في الشوط الثاني، وده اللي خلى طبعا يعني سمح لليفاندوفسكي ان هو يضيف الهدف في الشوط الثاني قبل نهاية اللقاء. كمان صحيفة بيلد قالت ان البايرن اصبح على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم السداسية التاريخية، واشارت الصحيفة الى ان البايرن سيطر على الشوط الاول ولكن تراجع في الشوط الثاني امام اداء النادي الاهلي. واخيرا صحيفة كيكر الألمانية قالت ان البايرن لم يواجه أي مشكلة وظهر يعني بثقة خلال المباراة، وده اللي خلاه يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية. ولكن قالت كمان الصحيفة أنه ظهر يعني بعض من الإرهاق على فريق بايرن، ده خاصة بعد الساعات اللي استغرقها في متن الطائرة قبل الوصول لملاقات النادي الأهلي.
من اليوم السابع وزيرة الأولمبياد تحتاج المنظمون استعادة الثقة بعد تعليقات موري. قالت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية اليوم الثلاث أن منظمي الألعاب محتاجين أن هم يستعيدوا الثقة بعد تعليقات من يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 طبعا واللي سخر فيها من النساء واللي تسببت في غضب عارم خلال الفترة الماضية. كمان يعني أضافت صحيفة اليوم السابع أنه كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد أن قرابة 60% من اليابانيين يعتقدون أن موري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو غير جدير بالمنصب اللي هو موجود فيه. ده طبعا بعد تصريحاته الأخيرة واللي أثارت عاصفة من الجدل سواء داخل أو خارج اليابان، لأنه قال أنه يعني صاحب الـ 83 عام أنه يعني النساء كثيرات الكلام او ان هم بيرغوا كتير. طبعا حاول موري ان هو يعتذر لاحقا عن هذه التصريحات ولكن رفض ان هو يقدم استقالته من منصبه. من بوابة أخبار اليوم 12 لاعبا فقط متاحا الإصابات تورط زيدان قبل مواجهة ختافي. يعني أشار تقرير بوابة أخبار اليوم أنه يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أزمة حقيقية قبل مواجهة ختافي في مباراة اليوم والمؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. كمان ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان يتاح أمامه 12 لاعب فقط لمباراة ختافي في ظل غياب أبرز نجومه طبعا مثل سيرجيو راموس وكمان هازارد ورودريجو وكارفاخال وفالفيردي. بجانب أضافت صحيفة كمان أن ريال مدريد يفتقد لاعبين بسبب الإصابة وسيخسر أيضا خدمات توني كروس الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات. أخيرا من الشروق بايرن ميونخ لا نفكر في التعاقد مع صلاح ميسي إفريقيا. يعني وصف كارل هاينز أمس بعد انتهاء المباراة أن يعني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو ميسي إفريقيا. قال أنه صلاح طبعا لاعب رائع وإمكانياته تؤهله للعب في أفضل أندية العالم واللي حققه مع ليفربول لا يقل أبدا عن اللي حققه ميسي مع برشلونة وكمان اللي وصل له يعني رونالدو مع ريال مدريد. لكن اختتم كلامه ان هو او كاداره نادي بايرن ميونخ لا يفكروا في ضم صلاح في الوقت الحالي، ولكن طبعا شرف ليهم ان يتم ضم صلاح لصفوف الفريق يمكن خلال الفتره المقبله. خلينا قبل نهايه جولتنا الصحفيه نفكر مشاهدينا بابرز مباريات اليوم في الدوري الاسباني ريال مدريد وختافي في تمام الساعه 10 مساء، كمان في كاس ايطاليا يوفنتوس وانترناسيونالي في الساعه 10 الا ربع مساء، في كأس الاتحاد الإنجليزي بيرنلي وبورثموث في تمام الساعة 7:30 مساء، وأخيرا مانشستر يونايتد وويست هام يونايتد في تمام الساعة 9:30 مساء. دي كانت جولة من داخل مقر جريدة الشروق لأبرز العناوين واللي كانت أهمها طبعا يعني كيفية تناول العناوين الألمانية وكمان المحلية والعربية لمباراة أمس ما بين نادي بايرن ميونخ ونادي الأهلي العظيم. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. واحنا كمان بنشكرك يا مريم.